في الماضي يعثر على خليفة يوسف كلايلي في البطولة الجزائرية. يواصل المدرب الوطني جمال بالماضي رحلة البحث عن بديل للنجم يوسف كلايلي في مركز الجناح الأيسر تحسبا للمنافسات المقبلة، ويعود المنتخب الوطني الجزائري للعب مجددا في شهر سبتمبر المقبل بمناسبة المواجهة أمام تنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ومن بعدها المباراة الودية ضد السنغال. وفشل يوسف كلايلي في التعاقد مع ناد جديد لا غاية لنا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وبات بالتالي خارج حسابات جمال بالماضي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة. وكشف موقع فينيك فوتبول بأن بالماضي قد أبدى إعجابه بالتطور اللافت الذي شهده أداء الموهبة كوسيلا بوعالية خلال الموسم الحالي، وكان الجناح صاحب 22 عاما قد تألق بشكل لافت مع نادي شبيبة القبائل، حيث أسهم في 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 31 مباراة شارك فيها خلال مسابقتي البطولة المحترفة الأولى ودوري أبطال أفريقيا. وانعكس هذا التألق على قيمة الوعالية السوقية التي ارتفعت في بورصة الموقع المختص ترانسفير ماركت لمبلغ 750,000 أورو. ويذكر أن بوعالية قد ابتعد عن أجواء المنافسات لفترة تفوق 8 أشهر خلال موسم 2021 إلى 2022 إثر تعرضه لإصابة على مستوى الرباط الصليبي لركبته قبل أن يسجل عودة قوية خلال الموسم الماضي. اللاعب مطلوب من عدة أندية في الميركاتو الحالي، وبإمكانه القضاء على زمة الجناح الأيسر في الخط. وتم ربط اسم كوسيلا بوعالية بعدة أندية عربية خلال الميركاتو الحالي، من بينها الزمالك والأهلي من مصر والترجي التونسي، فضلا على نادي سانت إيتيان الفرنسي. وعانى المنتخب الوطني الجزائري من أزمة كبيرة في مركز الجناح الأيسر، وهو ما أدى لا تراجع نتائجه بشكل لافت خلال آخر عامين، ولم يسجل يوسف كلايلي أي هدف منذ أكثر من عام، وتحديدا منذ المواجهة أمام أوغندا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، كما فشل سعيد بن رحمة في تسجيل أي هدف منذ 12 من نوفمبر 2021، تاريخ المواجهة أمام جيبوتي ضمن تصفيات كأس العالم 2022. ويبحث المدرب الوطني جمال بالماضي عن حلول جديدة في مركز الجناح الأيسر بهدف خلق التوازن مع الجهة اليمنية من خط الهجوم التي تضم عدة لاعبين مميزين يقودهم رياض محرز بجانب الموهبة الواعدة بدر الدين بوعناني. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة.